السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي المؤمنين والمسلمين، إخواني وأخواتي بالله، أحبابي بالله، موضوع هذه الحلقة عن كل من قتل مسلما ومثل به فهو ملعون، ولعنة الله على المجرمين. إخواني بالله، يعني أنا قسما بالله العظيم ما بصدق اللي بشوفه بعيوني. القتل بصير معارك والناس بقتلوا بعض، حزبين مختلفين، جيشين، دولتين، بصير حرب أهلية، بصير كذا، بقتلوا بعض. بس أنا ما سمعت ولا شفت زي ما بشوف هالسعب الأيام هاي. بشاهد بشريط قبل كم من يوم، قال جماعة ماسكين واحد من داعش، من أنصار داعش، قاتلينه وداروا عليه بنزين ولا كاز وحرقوه وميت، ودعسوا على راسه، حط كندرته، هذاك المجرم السفاح، حط كندرته على جبيهه، على وجهه. والمشكلة الكبرى انهم ايش بيقولوا؟ اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد. اقسم بالله انتم ما بتعرفوا لا الله ولا بتعرفوا محمد ولا بتعرفوا آل محمد. انتم مجرمين سفاكين دماء، ما في بقلبكم ذرة رحمة. يا أخي، لنفرض لكم على حق، لنفرض أنه هذا اللي قتلتوه سفاح، مجرم، قاتل، مغتصب، خاين، مسوي كل بلاء الأرض في الأرض، شيطان، وقتلتوه، انتهى الموضوع، إكرام الميت دفنه. لو كان يهودي، لو كان بوذي، لو كان مسيحي، لو كان أكبر، لو كان قاتل أبوك وأمك وأخوك، تأخذ حقك بالطخه مثلا، انتهى الموضوع. أكثر من هيك بكون هذا إجرام. واحد ميت، ميت خلاص، انتهى الموضوع. شو بدك تسوي فيه أكثر من ما قتلته؟ تحرقه في النار، بتديروا عليه البنزين، وبتطوفوا حواليه، بترقصوا حواليه، وبتقولوا عن حالكم مسلمين انتو، وبتدنسوا اسم الله واسم الرسول وآل البيت في ألسنتكم، وبتقولوا عن حالكم انتم أحباب لآل البيت. أنا من أشراف آل البيت، الله يلعنكم مليون لعنة مهما كنتوا تقولوا. أقسم بالله وكتاب الله الحكيم إنه كل من فعل هالأفعال هاي ما بيش مريح الجنة. شو الفرق بينك وبين الكفار والمجرمين والسفاحين؟ شو الفرق؟ قتلتوه خلاص، انتهى الموضوع، ادفنوه. مش تقطعوا راسه وتقطعوا ايديه وتقطعوا اجريه وتفتحوا صدره. وشفت اشرطة ناس بوكلوا لحوم بشر عدوك، بتاكل لحمه يا زلمة، وتقول على حالك مسلم وتصلي وتعبد ربك، تغتصبوا النساء وبتقتلوا الأطفال وبتقتلوا الشيوخ وبتدمروا المساجد وبتدنسوا الأرض. قسما بالله انكم دنس ونجس ورجس، والله انكم شياطين. بتجاهدوا في سبيل الله يا أخي، ماشي، جاهد في سبيل الله، بتقاتل في سبيل الله، قاتل في سبيل الله. عدوه اقتلوا، هذا المسموح لك تقاتل، حتى إذا استسلم ما بحق لك تقتله. لا يجوز قتل الأسير. أنتم مش بشر، ما في بقلبكم رحمة، ما بتحسوا، وبتطوفوا حواليه وتدعسوا على جبهته اللي خلقها رب العالمين. لو كان نصراني ما بجوز لك تسويها بالنصراني، ولا بجوز لك تسويها بيهودي. شارون هو شارون، ما بجوز لك تسوي بشارون هيك.
إبليس نفسه لو مسكت إبليس عدو الإنسانية كلها ما بحق لك تسوي إبليس هيك. هذا كل واحد مؤمن هيك بسوي هيك بفكر. أما اللي بيصرف في القتل وبالتمثيل بالجثث هذا أقسم بالله ما في قلبه ذرة الإيمان، أقسم بالله ما بيعرف الإسلام ولا بيعرف القرآن ولا بيعرف رب العالمين ولا بيعرف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولا بيعرف أئمة آل البيت. أقسم بالله إن الله ورسوله وأئمة آل البيت بريئين منكم يا مجرفين يا سفاكين الدماء يا وحوش. والله الوحوش كلمة قليلة، لأن الوحش والله لما يقتل بقتل لأنه غريزته، ويمكن بقتل امرق جنب أسد شبعان ما بيجمع عليك لأنه شبعان. ألا لعنة الله عليكم، اللهم انتقم منهم بجاعستك وجلالتك يا أرحم الراحمين، اللهم خذهم أخذ عزيز المقتدر. كل من سوى الأعمال هاي من أي حزب ولا من أي جماعة ولا من أي جيش، إن كان نصراني ولا يهودي ولا بوذي ولا هندوسي ولا مسلم شيعي ولا سني ولا مهما كان يكون، اللهم سوى فيه أضعاف المضاعفة من اللي سواه في اليوم، عذب عذاب في الدنيا وفي الآخرة. والكحلة بالقرن 21 والله أيام الجاهلية ما كانوا يسووا هيك. اتقوا الله، اخجلوا على أنفسكم، بتدنسوا اسم الله واسم الرسول وآل البيت، واحد حطكم درتوا على جبين الميت. قال الله سبحانه وتعالى بسورة المائدة آية 33، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أنتم بتحاربوا الله ورسوله وتسعون في الأرض الفساد، أنتم لازم يقام عليكم الحد بالقتل وأن تصلبوا وتقطع أيديكم وأرجلكم عن خلاف أو تنفوا من الأرض على حسب الذنب اللي بتسووه، وهذا لكم خزي في الدنيا. اللهم اخزيهم في الدنيا وذلهم واجعل رؤوسهم تحت أقدام المسلمين، لأنهم يظلوا غير مسلمين. أقسم بكتاب الله ما هم مسلمين. اتقوا استخوا، عيب. هاي تربية أبائكم وأمهاتكم إلكم، لأن أمهاتكم وأباكم والله العظيم لونهم بقلبهم رحمة ما أنشأكم المنشأة هاي. وحوش كاسرة كافرة بالله وبرسوله وبكتابه، خلص قتلتوا عدوه قتلتوا ادفنوا، أكثر من هيك ما بحق لك تسوي فيه. شو بعد الموت؟ رب العالمين أنت يا زلمة؟ ما بحرك في النار إلا رب النار، تحلقوه وبتحتفلوا قدامه وترقصوا قدام على جثته؟ والكل شاطروا على أعدائكم، إذا أنتوا أصلا مش مسلمين أحكي معاكم، هنا تشاطروا على اليهود. إسرائيل اللي أخذت أرض فلسطين صار لها 70 سنة، كلكم زي النسوان ما واحد طخ طلقة عليها، هسا صرتوا بتجاهدوا في سبيل الله؟ على مين بتجاهدوا؟ في بعض؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. على الزمن بيستحي الواحد يقول عن حاله مسلم، من أشكالكم. اللهم إني بريء مما يفعلون، اشهد يا رب العالمين، أشهدك بكتابك الحكيم إني بريء مما يفعلون، وهذول أعدائي وأعدائك وأعداء سيدنا محمد وأمة آل البيت وعدو كل واحد مسلم وكل إنسان في قلبه رحمي. اللهم خلصنا منهم يا رب العالمين، انهينا منهم هذول أعدائك وأعدائنا. سورة البقرة آية 205 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. انتوا توليتم كل واحد صار معاك لشر ورشاش وبارودة،
سويتوا حالكم احزاب ليش مش هتصلحوا؟ اتعاموا عن المسجد الاقصى، اتعاموا عن المستضعفين في الارض اللي بقتلوا في بورما وفي دول العالم كلها، ما واحد دافع عنهم. انتوا شو سويتوا؟ تفسدوا في الارض وتهلكوا الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، والله انكم مفسدين. الا لعنه الله عليكم، والله ما بحب اللعن، بس اللي مثلكم والله لا تجوز عليه الا اللعنه. اللهم اشهد اني بريء منهم ومن اعمالهم ومن تصرفاتهم، والله العظيم ما هم مسلمين، والله العظيم ما في قلبهم ذره من الايمان، والله انهم لا يخافوك ولا يخاف ولا يحب رسولك ولا بحب ائمه البيت، والله ما هم مؤمنين بكتابك، لانه لو مؤمنين بالكتاب ما بيسترجوا يسوي اللي سووا. حتى لو اللي قتلته انت كان مسوي باهلك وعرق اهلك ودعس على راس اهلك، انت ما بجوز لك تسوي زيه. هذا المسلم الحقيقي، هذا اللي عنده رحمه. بس انتوا اعوذ بالله منكم، اللهم اني بريء منهم، اللهم اني بريء منهم، اعوذ بالله منهم، استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. هذول اشرار، هذول هم حزب الشيطان، هذول هم اولياء ابليس. كل من مثل في مسلم او غير مسلم والله العظيم ما بشملك الجنه. اللهم اني بريء منهم، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. استغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هاي المؤمنين اللي بخافوا الله بس، اما المجرمين السفاقين اللي مثل اشكالكم الا لعنه الله عليهم، لا سلام الا القتل.